كما فاز مشروع العقوبات البديله والذي تنفذه الاداره العامه لتنفيذ الاحكام والعقوبات البديله بجائزة التميز الحكومي العربي كأفضل مشروع حكومي عربي لتنمية المجتمع للعام 2024 وبهذه المناسبة أكد الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة أكد أن فوز مشروع العقوبات البديلة بهذه الجائزة يعكس القيم والمبادئ السامية التي أزخر بها العهد الإصلاحي لجلالة الملك المعظم والمعاني النبيلة التي يتضمنها منوها بتوجيهات ومتابعه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ودعم سموه المتواصل لهذا المشروع الرائد لتحقيق اهدافه النبيله مضيفا ان حرص معالي وزير الداخليه على تطبيق وتطوير مشروع العقوبات البديله وفق اعلى المعايير الدوليه هو السبب الرئيسي في وصول البرنامج الى هذا المستوى العالمي وحصوله على العديد من الجوائز العالميه حيث يشكل نقله نوعيه في المنظومه الاصلاحيه ويساهم في تنميه المجتمع من خلال اعاده دمج المستفيدين